بيتكلم مسلسلنا النهارده عن مدرسه في تركيا للطبقه الغنيه، وفي يوم بينتقلوا للمدرسه دي 3 طلاب من الطبقه الفقيره، وهنعرف ازاي وليه انتقلوا. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. بيبدا المسلسل مع بنت اسمها ايكن، بتكون بتتمشى في المدرسه وبيتلم عليها طلاب المدرسه عشان يضربوها، وبيترمي كرسي من الشباك مكتوب عليه ترجع للمكان اللي هي جايه منه، وبتتعرض للضرب والتنمر من زمايلها. بتمسك الكرسي وبتقرر ان هي تدافع عن نفسها. وبنرجع للزمن بست شهور في حي بسيط، وبتكون ايكن موجودة مع ليلى صاحبتها وبيرقصوا على سطح بيتهم، وبيكونوا لطريقهم للمدرسة. وبتحكي لها ليلى ان هي نفسها تدخل مدرسة الاغنياء وتجرب حياتهم، وبتحاول ايكن ان هي تفهم ليلى ان مدرستهم عاملة زي مدرسة الاغنياء، لكن ليلى بتكون مش مقتنعة بكلامها. وفي نفس الوقت بنشوف واحد سايق عربية باقصى سرعة، بيكون لابس قناع راقب بالكاميرات وبيكلم حد في الموبايل، وكان واضح ان الحد ده بيهدد المدرس، فالشخص اللي بيسوق بيقوله ان هو المدرس بتاعه ما ينفعش يعمله في كده، وبتكون المهمة ان هو يوصل للمدرسة قبل ما الوقت ده ما يخلص. وبيمشي باقصى سرعة وبيعدي في الشارع اللي بتكون ليلى وايكن فيه، وفجأة بيغبط ليلى وبتفقد ليلى وعيها. وبنشوف خليل جار ليلى واقف قريب من المكان وشاف كل اللي حصل ده، وايكن بتكون مصدومة جدا من اللي حصل. خليل بيجري على عربيته وبيسوق عربيته بسرعة وبيمشي ورا العربية اللي خبطت ليلى، وفجأة بيكتشف ان العربية دخلت مدرسة الاغنية دي، وبيقفلوا وراه بوابة المدرسة، وبيحاول خليل ان هو كمان يدخل لكن الامن بيمنعه. فخليل بيتصل بواحد من الحي وبيقول ان هو يجمع كل الحي كلهم ويجيلهم عند المدرسة. وبنشوف المدرس اللي كان سايق العربية جاتله سكتة قلبية وبيموت. بعدها بيدخل شخص ياخد القناع من جنبه، وفي نفس الوقت خليل بيكون جمع كل الحارة عند المدرسة، وبنشوف ان الامن بيمنع انهم يقتحموا المدرسة. وبنشوف مدير المدرسة اتأكد ان هم مسحوا تسجيل دخول العربية المدرسة. والمدير فكرة من خليل ان هو يدخل ويدور على العربية اللي دخلت، وخليل بيوافق وبيدخل فعلا المدرسة. وفي نفس الوقت بنشوف ليلى لسه عايشة وخرجت من العمليات، وكل اصحابها راحوا عشان يقفوا جنب ايكن، وبيطلع الدكتور وبيطمنهم ان هي اتحسنت، لكن عمودها الفقري اتأذى جدا، وده محتاج علاج طويل جدا عشان تعرف تمشي تاني على رجليها. تنهار ايكن وبتزعل على صاحبتها. وبنشوف خليل خلص كلامه مع المدير فكرة وخرج لأهل الحارة وبيقول لهم ان العربية مش موجودة جوه وان هو شاف غلط، ويمشيهم من قدام المدرسة. وبنشوف ايكن بترجع البيت تاني وبتروح لخليل وبتسأله ليه ما بلغش عن العربية، لان مفيش دليل ضدهم، وبتقوله اللي حصل لليلى وبتقوله ان كده حقها يضيع. وبتروح ايكن البيت وهي زعلانة جدا وبتدخل في حالة اكتئاب، وبتفضل بالايام ما بتطلعش من اوضتها. وفي يوم خليل بيروح لايكن وبيقول لها ان المدرسة الاغنية تدي منحة لثلاث طلاب من الحارة، وبيعرض على ايكن ان هي تكون واحدة من الثلاث طلاب دول، لكن ايكن بترفض وبتقول مستحيل ادخل مدرسة اللي كانت سبب في اذية صاحبتها. بتروح ايكن لليلى وبنشوف ان ليلى بتواجه صعوبة جدا ان هي تتعود على الكرسي المتحرك، وايكن بتحاول تساعدها وتخليها تاكل، فليلى بتقول لها ان هي مش محتاج حد يعطف عليها، وبتقول لها توافق بالمنحة. فايكن بترد عليها وبتقول لها ان هي ممكن توافق بس عشان تدخل جوه المدرسة وتعرف مين اللي عمل فيها كده. بيعدي 15 يوم وبنشوف ايكن بتجهز نفسها عشان تروح مدرسة الاغنياء، والاثنين التانيين بيكون ايشا وبكير. وبتكون ليلى في بيتها بتكلم شخص وبعت له رسالة، وبنشوف ان الشخص ده موبايله موجود في خزنة في مدرسة الاغنياء. يا ترى مين الشخص ده؟ وبيوصلوا الثلاثة المدرسة وبيتفاجئوا من مستوى الطلاب، وان كل طالب فيهم جايب عربية حديثة جدا. ومدير المدرسة فكرة بيقابلهم وبيوريهم المدرسة بنفسه وبيعرفهم على قوانين المكان. وبتخلص الجولة وبيطلب المدير منهم انهم يحضروا مراسم تقبيل رضا، وبيروحوا على المكان ونشوف ان طالب اسمه كنان بيكون مركز جدا مع ايكن وبيفضل يبص عليها بنظرات مخيفة. فصاحبه اوزان بيسأله لو يحب يعمل ليهم حفلة الاستقبال، لكن كنان مش بيرد عليه. وبعد ما الحداد بينتهي بيروح لهم اوزان ومعاه جيداء ودهان، بيرحب بيهم وبيعرض عليهم يعرفهم على المدرسة. فايكن بتقوله ان المدير فرجهم على المدرسة، لكن صاحبها بكير بيقول لها مفيش مانع من جولة تانية. بيكون واضح ان هو معجب بجيدة، فجيدة بتعرفه على المدرسة، ودهان بياخد ايشا ويفرجها على المدرسة. وبيفضل اوزان مع ايكن اللي بتكون مش عايزة تنزل معاه، لكن بتنزل معاه عشان ما تعملش مشاكل من اول يوم. بيحاول بكير يقرب من جيدة، لكن بتقوله ان هي مستحيل ترتبط بواحد زيه، وبتسيبه وبتمشي. وبيكون ايشا مع دهان اللي بيفرجها على معامل المدرسة، فايشا بتتكعبل في الكرسي وبتسند على دهان وبتألم جدا عشان حد في المدرسة كان ضربه، وبيمشي وبيسيبها قبل ما تسأله. وبنشوف اوزان بياخد ايكن لقاعة السلة وبيحاول يتحرش بيها، وبتحاول تهرب منه، وبتيجي ماليسا وبتنقذها منه،
وبتشكرها إيكيم وبتشوف كنات وهو طالع من السلم، وإيكيم بتركز معاه وبتبص له، وميليسيا بتاخد بتحذرها تقرب منه لأن هو شخص عنيف، وبتقول لها إن هو بيكون حبيبها. وبالليل بتروح إيكيم لليلى وبتحكي لها على يومها في المدرسة، وبتسألها ليلى لو اتعرفت على شخص اسمه كنات، بتقول لها أيوه، وبتسألها هي عرفته منين، وبتقول لها إن بنات الحي كله بيتكلموا عنه، فبتقول لها إن هي قابلته فعلا وبنات الحي ليهم حق إن هم يتكلموا عنه، وبتقول لها بس ما يتأملوش كتير عشان هو مرتبط. كل ما بتسمع ليلى كده بتتعصب عليها جدا وبتطردها بحجة إن هي تعبانة وعايزة تنام، وبتفتح الموبايل وبتبعت رسالة للي بيتكلموا في مدرسة الأغنية دي، وبيطلع إن الشخص ده بيكون كنات. وبيجي تاني يوم وبيتعلم مدرس جديد اسمه سليم في المدرسة، وبيروح يتعرف على المدرسين، وبيروح لأوضة المدير وبيتعرف عليه، وبيقوله إن هو هيتعين مكان المعلم رضا اللي هو لسه متوفي، وبيقوله على 3 طلاب متعينين بمنح، وبيطلب منه إن هو يهتم بيهم أكتر. فبنشوف بكير لابس كوتش ملون، فجايدة بتتريق على الكوتش بتاعه وبتخلي صحابها يقلعوا كوتش، فبيكون فاكر إن هما بيهزروا، فبيمسك الكوتش بتاعه وبيرميه بعيد، وبيقع في إيد سليم، وبيقولهم اللي بيعملوه ده غلط، لكن بيقولوله إن هو طالب جديد وإن دي طريقتهم في الترحيب بيه. بيقولهم إن هو كمان مدرس جديد، وبيقلع الجزمة بتاعته. الحصة النهاردة كلكم هتقلعوا الكوتشات، اللي مش عاجبه يمشي من الحصة. وفعلا مجموعة كبيرة جدا من الطلاب بيخرجوا من الحصة، واللي بيفضل قاعد بيكون مجموعة صغيرة. وميليسيا وإزاي من اللي طلعوا، فبيتفقوا على خطة يمشوا بيها المدرس ده من المدرسة. الحصة بتخلص وبيجي البريك، وبتنزل إيكيم وبتدور على العربية اللي خبطت ليلى، بتقرب على عربية كنات وبيشوفها، لا تبعد عن عربيتها عشان هي مش هتلاقي اللي بتدور عليه. وبعدها بنشوف إن إيكيم وعائشة وبكير بيروح عشان يكتبوا كلمة في كتاب المدرس رضا، ولقت بنت كاتبة كلمة منافقين في الكتاب، وبتستغرب ليه حد يكتب كده في كتاب شخص متوفى. بتروح ماليسيا الكنات وبتحاول تقرب منه، لكن بيقولها ان هو انفصل عنها، فبتقوله ان هي خناقة عادية ما بينهم وان هم هيرجعوا تاني. وبتروح ماليسيا البيت وبتغير هدومها عشان تخرج مع اصحابها، وبتقول لباباها ان المدرس الجديد ده لازم يمشي لان هو مش كويس، فبيقول لها عشان تعرفي قيمة المدرس رضا اللي مات، وبتتعصب من كلامه جدا وبتمشي. وبنروح لبيت كنات، وبيكون بيت هادي وممل بسبب ابوه العصبي، وبيجي اخو كانت متاخر في العشاء، ووالده بيساله اتاخر ليه، اتوتر وفضل يعيط، فضربه جامد لدرجه ان هو بيقع على الارض. وبيكون كانت متعصب جدا وعايز يضرب ابوه، ان امه بتهديه، وابوه بيقول لهم ان اخته جايه اخر الاسبوع ولازم يحضروا البيت عشان يستقبلوها. وبنروح عند ليلى اللي بيجيلها رساله من كانت، بيقول ان هي زعلانه منه جدا عشان عرفت ان هو مرتبط بماليسيا، لكن بيقولها ان هو سابها من زمان، لكن هي مصرة ان هو يحبها وبتصدقه ليلى، وبيكون باين عليها ان هي بتحبه جدا. وتاني يوم وهم في طريقهم من المدرسة، لكن بنشوف ان عائشة خايفة جدا ان باباها يعرف ان هي دخلت المدرسة دي، ان هي كانت داخلة من وراه، ولو عرف هيمشيها من المدرسة على طول. وبيطمنها بكير ان هم هيحاولوا يقنعوه. وفي البريك بنشوف ايكم واحدة اسمها هزار واقفة على سطح المدرسة، فبتجري عليها ايكم وبتفتكر ان هي هتنتحر، وبتفهمها هزار ان هي طلعت عشان تأكل العصافير، وبتشكر ايكم على خوفها عليها. وبينزلوا قاعة الأكل وبتشوفها ماليسيا وبتندع على إيكيم عشان تاكل معاها، فهزار بتحذرها من ماليسيا وبتقولها إن هي شخصية مش كويسة. بيطلب المدير فكرة التلات طلاب، وبيقولهم إن المدرسة هتعمل حفلة لاستقبالهم ولازم ييجوا مع أهليهم، وبيطلب منهم إن هم يلبسوا ملابس فخمة تليق بمستوى المدرسة. وبتكون إيشا في مشكلة إزاي هتخرج من البيت، وأبوها ما يعرفش إن هي في المدرسة أساسا، فبتقرر تتصرف وبتحط الهدوم في الشنطة، وبتقول لوالدها إن هي هتروح لإيكيم البيت عشان تذاكر معاها، فبيوافق وبتخرج وتروح بيت إيكيم وبتلبس هناك، وبيروحوا كلهم الحفلة، فبيكونوا مبسوطين جدا. وبنشوف كمان خليل راح الحفلة معاهم، وبنشوف إن هو كلم المدير وبيقوله إن الشهر عدى ولسه اللي اتفقوا عليه محصلش، وبيقوله إن هو مش هيسكت أكتر من كده، وبيديله مهلة أسبوع لو محصلش اللي اتفقوا عليه هيحكي كل اللي حصل. وبالصدفة والد إيشا بيشوف فيديو على النت وبيشوف بنته في الحفلة، فبيتضايق جدا وبيروح لها. في الحفلة بيروح كانت لإيكيم وبيغبط فيها عن قصد، وبيخليها ترقص معاه بالعافيه، وبيبان على إيكيم اللي هي معجبه بيه، وماليسيا بتشوفه وبتتعصب من إيكيم جدا. بيوصل ابو عيشه للحفله وبياخد بنته وبيتخانق مع خليل، وبيقول له ان هو متاكد ان هو باع منطقته، وبياخد بنته وبيمشي. وبنشوف دهان بيحط قناع المدرس خزنه من خزن طلاب المدرسه. وتاني يوم بتروح ماليسيا لإيكيم وبتحذرها ان هي لو ما بعدتش عن كنت هتقضي عليها، فبتسيبها إيكيم وبتدخل أوضة الموسيقى وبتشغل أغاني بصوت عالي وبتفضل تصرخ وهي متعصبة جدا. وبيكون كنات موجود معاها في نفس الأوضة وبيسألها هي ليه بتكرههم كده،
وبيدخل عليهم الطلبة تانيين وبيسيبها قناته وبيروح الخزنة بتاعته. أول ما يفتحها بيشوف القناع محطوط جوه الخزنة، وبتشوف إيكم القناع اللي كان لابسه الشخص اللي خبط ليلى. بتتصدم لأن هو السبب اللي حصل لصاحبتها. وده ملخص الحلقة الأولى. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة.